وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أعز هذه الأمة بالإسلام وشرف مسيرتها بقيادة سيد ولد عدنان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه. عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك. اللهم يا ذا الجود والإحسان، اللهم يا ذا الكرم المنان، نسألك في هذه الساعة المباركة في هذا البيت المبارك أن تحشرنا مع الحاضرين وأهلينا وذرارينا مع سيد الدعاة والمرسلين مع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. قولوا آمين. قبل أن أشرع في درسي أيها الأحبة، أذكر ببعض السنن التي تجري في هذا الكون. سنة التدافع الذي والتي نشاهدها الآن خلال شاشات التلفزة، ما نراه الآن ما يحدث في سوريا وما يحدث في مصر وفي غيرها من بلدان الإسلامي والمسلمين، ليدعو ويبث فينا الألم والأمل في آن واحد. وأنا كما يقال متفائل مما يجري، وإن كان هناك كثير من الآلام التي نشاهدها، كثير من الدماء التي نشاهدها، وإن كان في محصلة أمره مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان أن يكثر القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. ما يحدث أيها الأحبة هي باختصار المعادلة هي كيد للإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجنب أهلنا وأحبابنا في سوريا وفي مصر من كيد الكائدين. نسأل الله بمنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يدبر لهم. وفي العراق وفي كل بلد مسلم تجد فيها لأواء وتجد فيها دماء، لذلك آلام وآمال والله، ولكن يحثون الأمل من قريب، أو أقول من ليس من بعيد، أقول من قريب، فإن أشد ساعات الظلام احتلاكا هي ما قبيل هي الوقت الذي يأتي قبل الفجر ثم يطلع الفجر. أرادوا بالإسلام كيدا والله من ورائهم محيط، وما نقموا منهم إلا ليش يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
الدائرة الآن عليهم، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل الدائرة على من أراد بهذا الإسلام كيدا. نسأل الله جل وعلا بمن أراد بالإسلام كيدا أن يجعل الدائرة عليه وأن يرد نحره في كيده. اللهم يا مولانا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والله قد مكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. زعموها ديمقراطية، لا أريد أن أتكلم بالسياسة ولكن حرقة في القلب مما نرى ونسمع ونشاهد. زعموها ديمقراطية، وإذ بأسمع اليوم على إحدى القنوات أحد الذين هم في المعارضة قالوا له: ألستم تؤمنوا بمبدأ صندوق الاقتراع؟ قالوا: هذه الديمقراطية التي في الخارج تختلف عن الديمقراطية التي عندنا في بلادنا. يعني سبحان الله سبحان الله. إذن أخي الكريم، ما أريد أن أوصله إليكم، ينبغي أن نشعر بالألم حقيقة لإخواننا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا نقصر بالدعاء بالمال بأي شيء نستطيع أن نفعله لهم. أقلها أخي اليوم ركعتين يا أخوانا، اليوم بالله عليكم خذوها على محمل الجد، خذوها على محمل الجد. نذهب اليوم إلى بيوتنا إن شاء الله ونصلي ركعتين قيام، نخصص هذه الركعتين لنصرة أهلنا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي غيرها من بلداننا، لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يطلع على قلب أحد منا فيجد الخير فيه. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعجل لنا بالفرج، فالفرج آت لا محالة، ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه مرحلة الممايزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين الطيبين الذين اختارهم الله جل وعلا. عودة إلى درسنا، وقد وقفنا عند صلاة التطوع. الآن ستأتينا مواضيع متلاحقة، فلذلك أتمنى التركيز إن شاء الله تعالى. أما صلاة التطوع فضلها، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا فإن قال الرب تبارك وتعالى انظروا، شوف الإحسان من الله سبحانه وتعالى، قال انظروا هل لعبدي من تطوع. إخواننا مين فينا بيجيب الصلاة على تمامها وكمالها إلا من رحم الله؟ حتى ما نقولش بالمرة ما في، إلا من رحم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، هالسنن هالنوافل هالركعتين هالقيام هالوتر هالضحى، تجبر ما قد نقص في صلاتك، انظروا هل لعبدي من تطوع. قال فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، سائر عمله على ذلك. أما استحباب كون هذه الصلاة في البيت، يعني احنا اغلبنا بنصلي السنن هنا مثلا او الوتر او غير ذلك، المستحب ان تكون في البيت. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. صليت العشاء، بارك الله فيك جزاك الله خير، اترك السنة والقيام والوتر اجعله في بيتك. انا اعلم ان بعض الأحبة يقول لي: شيخ إن لم أصليها الآن اعلم أنها قد فاتت، لأنه إذا دخل البيت جاءه الأبناء والأبناء والبنات والزوجة والحياة الدنيا سبحان الله. ولكن أقول أخي الكريم، والله ثم والله، إن أردت أن تربي نفسك وتربي زوجتك وتربي أبناءك وبناتك فلتصلي أمامهم حقيقة، صلي أمامهم فليتعلموا منك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فائدة. الفائدة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. شوف هالبيت اللي بيصلى فيه القيام والسنة والضحى والنوافل، جاعل
فيها الله جاعل في هذا البيت نورا يتراءى لأهل السماء، يتلألأ لأهل السماء. قال عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة فينبغي أن تأتي وتشهدها مع جماعة المسلمين. أنواع التطوع عندنا صلاة تطوع مطلقة وصلاة تطوع مقيدة. قال فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب اللي بنعرفها، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء والفجر قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان مؤكدة وغير مؤكدة. ما معنى كلمة مؤكدة؟ أي أنه ثبت بالدليل القطعي بالدليل الواضح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها، داوم. غير مؤكدة أي أنه لم يداوم عليها، كان يأتي بها تارة ويتركها تارة أخرى. فالمؤكدة 10 ركعات، المؤكدة 10 ركعات. فعن ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن، شو اللي كان كمان يصلي؟ إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين اللي هي ركعتين سنة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رواية جميلة، كان لا يدع 4 قبل الظهر، كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. هم نفسهم في رواية 2 في رواية 4، جاي لك إن شاء الله بتفصيلها إن شاء الله. قال وغير المؤكدة ركعتان، هاي غير مؤكدة، مثلا ركعتان قبل صلاة العصر غير مؤكدة، يعني كان يفعلها تارة ويتركها تارة أخرى. قال ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء، ركعتين قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل العشاء، ولكن لم يداوم عليها لقول لهذه الرواية عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. شوف الفقه الجميل، بين كل أذانين صلاة. طبعا الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لو لم يقل لمن شاء لوجبت وأصبحت علينا من الواجبات، ولكنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فبذلك يعني علمنا أنها لم تكن مؤكدة. وتستحب أيضا المحافظة على 4 قبل العصر، يستحب أيضا المحافظة على 4 قبل العصر. فعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، يعني يصليها مثنى مثنى. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. أيضا ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات، هناك عندنا سور كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصصها لبعض هذه الصلوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قل هو الله أحد، تثبت معاني الإخلاص عندك من أول ما تصبح وتنتفي من الكفر والكافرين.
وبذلك بتكون إيش؟ بدأت يومك بالتوحيد الخالص. قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر. طبعا إخواننا لما تقرأوا في كتب الفقه ركعتي الفجر الفجري خير من الدنيا وما فيها، ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة الفجر ولا صلاة الفجر؟ سنة الفجر. عندما يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، تخيل هذه سنة الفجر، طب فما بالك بصلاة الفجر؟ أها، ما بالك بصلاة الفجر؟ وين اللي بيضيعوا صلاة الفجر؟ هذه لمن؟ لسنة الفجر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفجر. قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، يعني إلى آخر الآيات، هذه الآيات في سورة البقرة. وفي الآخرة منها في الركعة الثانية وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعن ابن عباس قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لا أحصي، يعني كثير، ما أحصي، ما أستطيع العد يعني. طبعا هناك روايات كثيرة، هون مختصر كثير، يعني هناك رواية مثلا من صلى لله 12 ركعة 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب 12 ركعة شو ما. طبعا مش الفريضة، من غير الفريضة، تعالوا نعدهم: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وهيك انت بتكون جبت 12 ركعة. تخيل اذا جبت ال 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. اي والله يا جماعة الخير، احنا بتلاقي الواحد بحفة حتى يجيب بيت هون في الدنيا، طول حياته تخيل يحوش، وسبحان الله كلنا ذاك المسكين الذي يحلم بهذا البيت، لا يدري بعد الموت سيأتي من يسكن هذا البيت بعده، علك تكون أنت، علك يكون زوجا لزوجتك، عله 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 عله، سبحان هذا، هكذا الدنيا. طب احنا قاعدين بنقرب بيت في الجنة، ها؟ تخيل لبينة من ذهب، لبينة من فضة، حصباؤها اللؤلؤ، ها؟ ملاطها المسك الأذفر، يعني الملاط هذا اللي بين الطوبتين، المسك الأذفر وغيرها من خصائص الجنان. 12 ركعة في اليوم والليلة لو جينا نجمعهم تأخذش معنا وقت كثير، ولكن نحدث أنفسنا بهذه السنن. ندخل إلى مبحث الوتر، وهو مبحث مهم. أما حكمه وفضله، الوتر سنة مؤكدة. نقول سنة لأن هناك خلافا دائرا بين المذاهب على أنه هل هو سنة أم واجب أو فرض عند بعض المذاهب. لا، هو الراجح من أقوال أهل العلم هو سنة، ولكنه مؤكدة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب بها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحتم، ها من هنا نأخذ، ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. أما وقته، يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الفجر، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. طبعا لمن استطاع أن يكون من أهل الثلث الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره،
قال فانتهى وتره إلى السحر يعني إلى آخر الليل. ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره طبيعي، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظنه أنه يستيقظ آخره. يعني أنت أعلم بنفسك، هل أنت يعني واثق من نفسك أنك ستستيقظ وتصلي الفجر؟ فالمستحب في حقك أن تؤخره. إن كان فيك لا قدمه ونم على طهارة. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، شوف الحالتين العجيبتين، متى توتر سيدنا أبو بكر؟ متى توتر يا أبا بكر؟ قال أوتر قبل أن أنام. أبو بكر قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر في آخر الليل. قال طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر أخذت بالقوة؟ يعني أنت داري من نفسك أنك ممكن تستيقظ. أخذت بالقوة. سبحان الله، شخصيتين عجيبتين حقيقة. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يا الله، شو رأيك نحاول كذلك إحنا مع نسائنا مع أبنائنا؟ ولا كلنا أعلم بنفسي. ها سبحان. طيب عدد ركعات الوتر، والله أنا أعلم من النساء من يوقظن هن من يوقظن أزواجهن لفعل الخير حقيقة، لا نزكي معانا ها رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. كلنا ذاك الرجل يعني لا تفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. عدد ركعات الوتر وصفته، طبعا راح تسمعوا الآن أمور يمكن ما سمعتم بها. أقل الوتر ركعة واحدة، هذا أقل شيء إحنا بنعمله. ها أقل الوتر أو الوتر قراءة ثانية أو قراءة ثانية لهذه الكلمة وتر أو الوتر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ها مثنى 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 في الآخر ركعة واحدة. طيب ويجوز أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، يجوز أن يوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع. عن عائشة قالت ما كان رسول الله، هذا الحديث راح أذكر لكم إياه صار عليه إشكال بسيط مع بعض الإخوة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي أربعا، يصلي أربعا، قال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال ثم يصلي، قال ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فعندما ذكرت هذا الحديث عند بعض الإخوة قال لي يا شيخ احنا بنصلي التراويح 20 ركعة. طب يا أخي صلي 20 لن نختلف، ولكن هكذا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن هذا القدر الذي ذكرته لك. طيب شيخ الحرم بيصلوا 20 أو زمان كانوا يصلوا أكثر من ذلك في المدينة. يا أخي سبحان الله، يعني هي همة من يمنعك عن الخير، ولكنك إن أردت الالتزام والتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكرته لكم، لا أنكر عليك ولا تنكر علينا. أيضا وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، رواية جميلة، 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طيب لو بدنا نصلي الوتر 3 ركعات كيف ممكن نصليها؟
عندنا أكثر من طريقة ممكن نصلي الثلاث ركعات. الطريقة المنهية أو خلينا أقول الغير مستحبة هي أن نصليها كصلاة المغرب. هذه الطريقة التي بينها قد دار الخلاف بين الفقهاء. فلو طرحنا هذه الطريقة تبقى أمامنا أن نصلي الثلاث بغير جلوس، يعني نصلي الركعة الأولى الثانية لا نجلس نقوم نأتي بالثالثة، أو أن نفصل بسلام ونأتي بركعة. طيب هذه بالنسبة للثلاث ركعات. طب للخمس ركعات، في الخمس ركعات تصلى كما ذكرت، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، صلي ركعة ثانية ثالثة رابعة لا يجلس، أولى ثانية ثالثة رابعة، في الخامسة يجلس ويسلم. وضحت؟ وهكذا أيضا مثلا السابعة والتاسعة، طبعا كل واحدة لها طريقة، ولكن نقول بدناش نعقد عليكم. أقل الوتر ركعة، إن زدت كما نفعل مثلا في رمضان أو في غيره، أو كلنا بنفعل ثلاث ركعات من جمل شفع والوتر اللي هو وتر. طبعا طبعا. وعنها قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. شوف هذه الرواية، الله شو رحمة حقيقة. يعني بعد ما جاب التسع ركعات وتر، تسع ركعات وتر، قال ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يعني بعد التسع ركعات صلى ركعتين، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. قال فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، تعب، قال أوتر بسبع قللها، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. معنى هلا الشاهد من هذا الكلام الركعتين اللي هي بعد الوتر. لذلك احنا مثلا نقول انت الان صليت الوتر في الليل، الان صليت العشاء ثم صليت الوتر، طرح الله في قلبك العزيمه وقمت من الليل، واردت ان تصلي، ما الطريقه المناسبه التي يمكن ان تفعلها وتضمن أنك لا تخدش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا وتران في ليلة؟ مش صليت أنت وتر؟ طيب قمت من الليل، شو ممكن تعمل؟ خلاص بتصلي ركعتين ركعتين ولا توتر. ليش؟ من هذه الرواية أنه بعدما سلم قام وصلى ركعتين، ما أوتر بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الفقهاء قال وهي صحيحة، أنك أنت صليت وتر صح؟ إذا قمت من الليل وقد طرح الله في قلبك العزيمة فأتي بركعة، وتكون هذه الركعة شافعة للركعة التي صليتها وترا، فتكون مثنى، ثم تصلي ما شاء الله لك وتختم بركعة. لك أن تفعل هذه ولك أن تفعل هذه، ولكن في المحصلة حتى تكون مسألة واضحة لا وتران في ليلة، ما بصيرش توتر مرتين. طيب فإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة. طيب القنوت في الوتر، الآن الدعاء يعني القنوت في الوتر، عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، اللي حظيله
وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في من عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع يعني قبل ما تركع. إحنا الآن شو بنعمله؟ طبعا سنة رح يجينا روايات تثبت لنا ما نفعل صحة ما نفعل، ولكن لو رأيت أحدا يقنت قبل الركوع لا تنكر عليه، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع، ثابت خلاص. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الآن أحوال المسلمين في كل مكان بتدعونا إلى أنه فعلا نفكر أن ندعو لإخواننا في صلاتنا حقيقة، فيشرع للإمام أن يقنت في الصلوات دعاء لهم ليفرج عنهم. قال والسنة في هذا الركوع قد ذكرنا ذلك. قال ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، في النازلة عند المصائب مثلا، ولا يخص به الصلاة دون صلاة، يعني مش بس في الصلاة الجهرية، وإن كان البعض ذكرها أنها في الجهرية ولكن الأصح سواء كانت في السرية أو في الجهرية، ولا يخص به صلاة دون صلاة، ويجعله بعد الركوع، يجعل هذا القنوت بعد الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. طيب أما القنوت في الفجر أبدا دائما 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 في الفجر فبدعة. أما القنوت طبعا هذا خلاف كبير بين الفقهاء في هذه المسألة، ولكن أعطيكم هذا الرأي الأقرب حقيقة. قال أما القنوت في الفجر أبدا يعني دائما في كل صلاة فبدعة. طيب لو قنت مرة هيك مرتين ثلاث أربعة خمسة مثلا ماشي، أما إنه أبدا دائما في كل صلاة فجر كما صرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي مالك الأشجعي، اسمع هذه الرواية ما أجملها التي تخرج كل الأطراف من الخلاف حقيقة. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. يا تخيل هذا مواظب في الصلاة خلف النبي أبو بكر عمر عثمان علي، فبقول له فكانوا يقنتون الفجر في الفجر. فقال أي بني محدث، يعني أنه ما كان، لو كان لذكره لنا، فهمت علي؟ فإذا ومن المحال حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة، طبعا لما تسمع كلمة غداة فجر يعني، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي. فإذا هذه الرواية جاءت سبحان الله فاصلة. طب لو قنت مرة مرتين ثلاث أربعة ماشي، ولكن لا ينبغي أن يكون أبدا. طيب قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم خصائص المتقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا
قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إلى آخر الآيات. وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا بالله عليكم قال إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا قال يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني تصوير عجيب قال أعدها الله تعالى لمن لمن أطعم الطعام شدوا حيلكم في رمضان إن شاء الله تعالى أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام الثانية الجميلة جدا التي يعني كثيرا كثير منا يضيعها إلا من رحم الله قال وألان الكلام واخفض جناحك للمؤمنين طيب واللي بيحكي الكلام الفاحش والبذيء والمؤذي والول احنا نقول اللي بده الجنة ها لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام إن شاء الله بنجيبهم كلهم قال ويتأكد